يبقى المحاضرة بتبدأ إزاي؟ بتبدأ تقول لك الأول اللي إحنا عايزين نتكلم عن البروسيسور أورجنايزيشن، يعني عايزين نتكلم على تركيبة الإيه بروسيسور، أو الموضوع العمليات بتمشي إزاي في الإيه في البروسيسور. فقال لك إحنا لازم عشان نعرفها، نعرف الأورجنايزيشن، لازم نعرف الإيه، لازم نفهم أصلا الريكوايرمنتس اللي مطلوبة من البروسيسور. إيه الحاجات اللي مطلوبة من البروسيسور؟ أول حاجة إن هو يعمل فيتش، اللي هو يجيب الإنستراكشن من الميموري زي ما إحنا شفنا من شوية. بعدين يبدأ يعمل لها إيه؟ انتربريت، يعني يبدأ يترجمها، يعرف هو الاكشن ده ايه بالظبط. الكلام ده كله اتكلمنا برضو عليه في المحاضره الثالثه، من عن طريق الاوب كود يفهم الاكشن اللي المفروض يتم هنا ايه، مثلا جمع ولا طرح ولا مش عارف ايه. تمام. بعدين يبدا يدور على الداتا ذات نفسها، ما هو انت عشان تنفذ الانستراكشن زي ما احنا شفنا من شويه، انت احتجت اللي انت تدور اصلا على مكان الداتا ده، صح؟ ساعتها رحنا للايه، رحنا للمكان اللي في 10 وجبنا قيمه 2، مش كده؟ اللي هو لما احنا فين اهي اهو، اللي هو لما هنا بدأ تنفيذ الايه الانستراكشن هنا، ماشي. انا حبيت ابدا انفذها، فقلت له ده 10، فقمت عملت ايه، رحت خليت في الام اي ار قيمه 10، ده الادرس اللي انا هروح ادور عليه، رحت للادرس جبت قيمه 2، قمت حطيته في الايه في الام بي ار، وبعدين بعد ما حطيته في الام بي ار وديته للاكيوميليتر. يبقى هو برده بعد ما بيعمل فيتش للانستراكشن بيعمل برده فيتش للداتا، صح ولا لا، اللي هي الداتا نفسها، وبعدين بيعمل بروسيس للداتا، بيبدا ينفذها. طيب، عن طريق الارثماتيك او اللوجيكال اوبريشن زي ما احنا نشوف. وبعدين يعمل رايت للداتا، يعني يخزنها، يعني يخزنها مثلا في الميموري او يعرضها لك على الايه على الشاشه او كده. طيب، يبقى ده كان يعني رؤيه بس كده موضحه للسي بي يو، ان هو عباره عن ايه، اليو مجموعه من الريجسترز زي ما احنا شفناها هنا اهو، اليو والكنترول يونت. تمام. طيب، نكمل. يبقى الـ ALU دوت بيعمل ايه بالظبط، او ايه هي مهمته اصلا؟ هو طبعا احنا انا ما وضحتوش هنا، تمام، ليه؟ علشان هو دوت احنا كل ده احنا كنا بنتكلم على ازاي ندور على الانستراكشن وازاي ندور على الداتا، مش كده؟ بس احنا لسه ما ايه ما قلناش على حاجه عن التنفيذ. التنفيذ بقى ان هي الاوبرنز، يعني الحاجتين اللي بيتجمعوا او الحاجتين اللي بيطرحوا، بيروح للـ ALU. الـ ALU بقى هو اللي بيبدا يعمل ايه العمليات دي، ارثماتيك زي اديشن او ديفيجن او لوجيك اوبريشن اللي هو اند اور ونوت والكلام من ده. تمام. يبقى عندي حاجه اسمها الاي ال يو هي اللي بتعمل لي الحوارات دي. طيب، في برضو حاجه اسمها الشيفتر. الشيفتر دي ده بيعمل شيفت يعني يعمل اوبريشنز اسمها شيفت. طبعا احنا كنا خدناها في الاي تي تقريبا، ان انا عندي حاجه اسمها ايه اوبريشنز شيفت، اللي انا اجيب مثلا بيبقى عندي تتابع من الزيرو او الواحد، فانا كاني بزقه كده من ايه من على اليمين شويه، تمام، او بزقه من على الشمال شويه. تمام، مش عايز ادخل في تفاصيل قوي يعني. في عندي كومبلمنتر، ده اللي بيعمل لي توز كومبلمنت، كنا اتكلمنا عنها في المحاضره الثانيه. وعندي حاجه اسمها ستيتس فلاجز، والستيتس فلاجز دي هنتكلم عنها كتير دلوقتي. طيب، يعني هنسيبها شويه بس هنتكلم عنها كتير دلوقتي. طيب، الريجستر اورجنايزيشن بقى انا عايز اعرف، يبقى انا دلوقتي عرفت ايه، احنا دلوقتي بنشوف الاورجنايزيشن بتاع الايه البروسيسور. اول حاجه شفناها هي الاي ال يو، ماشي، واتفقنا ان هي او ان هو بيبقى فيه اي ديو، بيبقى فيه شيفتر كومبلمنتري الكلام من ده، وفي ستاتس فلاج بيبقى طبعا في برضو جواه ايه، جوه البروسيسور بيبقى فيه ايه، في الريجستر اللي احنا قاعدين بنتعامل معاها من ساعتها. وقال لك ان الريجستر هنا احنا هنا بنقسمهم تقسيمه مختلفه شويه عن التقسيمه القديمه بتاعتنا. احنا هنا بنقسمهم، هل البروجرامر او الشخص اللي بيعمل برنامج قادر يتحكم بالريجستر دول ولا لا؟ تمام. لو يقدر يتحكم فيهم يبقى اسمه يوزر فيزيبل ريجستر، يبقى الريجستر واضحين بالنسبه للبروجرامر، هو يقدر يستخدمهم، يقدر يعمل اوبتمايزيشن ليهم، يعني يقدر يخلي العمليه تبقى اسرع وكلام من ده. اللي يبقى ده اليوزر فيزيبل ريجستر، اللي هو اللي بيتحكم فيهم، اللي هو يقدر ايه يستخدمهم. تمام. زي ايه مثلا الكلام ده؟ زي ان هو يعني هو قال لك هنا ان في فرق مثلا، ان هو ريجستر دايركت ادريسنج از فاست، يعني هو قال لك ان لو بروجرامر استخدم مثلا دايركت ادريسنج هيبقى الموضوع سريع، اما لو دايركت ادريسنج ريكوايرز تو ميموري اكسس، فيرست تو اكسس انستراكشن اند سكند اكسس ايه الاكشوال اوبرنت. يعني هو قصده هنا ان هو هنا ممكن يبقى في اكسس عن طريق ريجستر، واكسس عن طريق اللي انت بتاكسس ميموري. تمام. يبقى هو اللي عايز يوضحه هنا ان دهوت بيعتمد على المين، على البروجرامر. البروجرامر هو اللي بيحدد استخدام الريجستر دهوت، وعن طريق استخدام الريجستر دهوت البرفورمانس في ايه بيعلى. تمام. يبقى هو بس عايز يوضح الموضوع ده من هنا يعني. طيب، وعندي حاجه اسمها الكنترول اند ستاتس ريجستر، دول الكنترول يونت هو اللي بيستخدمهم، البروجرامر ملوش دعوه خالص بالايه بالريجستر دول.
يبقى تاني انا عندي نوعين، يوزر فيزيبل ريجستر ده البروجرامر هو اللي بيستخدمهم، بيحاول يعمل دايما اوبتمايزيشن او يحسن من اداء الريجستر او يحسن من اداء العمليات الحسابيه اللي هو بيعملها، تمام. وهنا جبنا مثال، مره هو استخدم ريجستر مره لا، وشفنا ان المره اللي هو استخدم بيها ريجستر كان اسرع. الحاجه التانيه اللي هو ما بي ايه او النوع التاني من الريجستر اللي هو ما بيتحكمش اصلا، البروجرامر ملوش دعوه بيه، الكنترول يونت هو اللي بيتحكم بيه بشكل اوتوماتيك، هو اللي بيضيف عليه المعلومات او هو اللي بيضيف فيه الداتا او الكلام من ده. طيب اليوزر فيزيبل ريجستر one that may be referenced by means of the machine language، اللي بقى عرفنا ان هو الايه البروجرامر هو اللي بيحددها عن طريق الماشين لانجوج اللي هو بيشتغل عليها، تمام، او اللي هو قصدي الاسمبلي مثلا، يعني هو كتب كود اسمبلي هو بعد كده هيتحكم لايه، هيتحول لايه، هيتحول لماشين لانجوج، صح. وبالتالي هو اللي بي يعني هو اللي بيتحكم في الكود، او هو اللي بيتحكم في ايه اللي هيحصل على الريجستر، او هو اللي بيتحكم الداتا اللي هتروح للريجستر، او ايه العمليات اللي هتتم عليه وهكذا، ماشي. وقال لك ان هو اللي هو اليوزر فيزيبل ريجستر ممكن يبقى ثلاث حاجات، جنرال بيربس وداتا وادرس. خلينا نشوف التقسيمه دي عامله ازاي. يبقى احنا في المحاضره الثالثه احنا خدنا تقسيمه مختلفه، تمام، اللي هي جنرال بيربس والسيجمنت والايه والسبيشال. احنا هنا بقى بنقسم تقسيمه ثانيه على حسب البروجرامر ايه علاقته بالريجستر دول، هل اللي هو يقدر يتحكم فيهم او يقدر يستخدمهم بشكل مباشر، يحط فيهم قيم يعني مش عارف ايه، ولا اللي هو ايه ملوش دعوه بيهم، او كنترول او الستاتس ريجستر زي مثلا اللي هو ايه ان الكنترول يونت هو اللي بيتحكم في ايه في الريجستر دول. طيب يبقى general purpose قلنا can be assigned to a variety of functions، يعني ممكن البروجرامر يعمل بيه اي حاجه هو عايزها. وقال لك ان هو انت ممكن يعني ممكن تعمل اي اوب كود، يعني ممكن تعمل اي اوبريشن على الايه الريجستر دول براحتك، يعني هو زي ما هو قال لك البروجرامر له كامل الحريه في استخدامهم، كامل الحريه اللي هو يعمل اي عمليات عليهم وهكذا، ماشي. ولكن هو قال لك في بعض الريستريكشنز، يعني هو برضو مش بيدي، مش معنى ان هو يوزر فيزيبل اللي هو خلاص انا هسلمها لك ومش هعمل اي تعديلات عليها، لا، في حاجات لازم تلتزم بيها. زي ايه؟ زي مثلا ان في ريجستر خاصه بالستاك، ماشي، ما ينفعش تغيرها، ما ينفعش اللي انت تقعد تتغير وظيفتها، ماشي. يبقى مش معنى ان هي جنرال بيربس ريجستر ان البروجرامر يقدر يستخدمهم بشكل كامل، لا، احيانا بيبقى في ايه ريستريكشنز زي الستاك مثلا هو الريجسترز اللي موجوده في الستاك، او مثلا لو لما احنا بنعمل لوب فاحنا دايما بنحط الكاونتر في ريجستر اسمه سي اكس، ده البروجرامر ما يقدرش يغيره، تمام، هو كده على طول، تمام. طيب ايه تاني؟ قال لك ان هو احنا برضو اتكلمنا عن دي بقى، هنا في النقطه دي اتكلمنا عن حاجه اسمها الادريسنج مود، لو حد فاكرها عايز ارجع لها. الادريسنج مود ده هو اللي هو طرق الوصول للداتا، هل الداتا ده هي موجوده از مثلا، شوف هنا ادريسنج مود، هل الداتا ده هي انا هوصل لها ازاي؟ هوصل لها مثلا عن طريق ريجستر، يعني القيمه ده هي موجوده في ريجستر وانا هروح اجيب القيمه من الريجستر، ولا القيمه ده هو او ان العنوان بتاع الداتا، تمام، الادرس بتاع الداتا موجود جوه الريجستر، تمام. يبقى هنا اللوكيشن بتاع الداتا موجود جوه الريجستر، يبقى في مرتين انا ممكن ايه اكسس الداتا، عن طريق الريجستر او عن طريق الريجستر بيشيل اللوكيشن بتاع الايه، بيبقى شايل اللوكيشن بتاع الداتا اللي انا عايز اوصل لها. طيب فهو هنا بقى بيقول لك الحوار ده اللي هو انت ممكن اصلا تستخدم الريجستر علشان تعمل يعني او توصل لايه لعنوان معين، مش لازم يكون جواه هو نفسه الداتا، لا، ده انت ممكن يبقى متخزن جوه الريجستر ادرس، ميموري ادرس اقدر اوصل له، او اقدر اوصل بقى للحاجه بقى بعدها، تمام. حلو. الداتا ريجستر بقى ده هي دي بتشيل داتا بس، تمام، اللي هو اللي بقى ده اي نوع من اللي احنا اتكلمنا عنهم ده اللي هو بيبقى فيها قيمه على طول. طيب لما يكون بيبقى فيها ادرس، يعني لما بيكونش فيها مثلا داتا، لا، ده بيكون ادرس بيشاور على الداتا، يبقى احنا بنخزن في الريجستر ادرس بيشاور على الداتا مش الداتا نفسها، ده اسمه ايه بقى ساعتها؟ اسمه ادرس ريجستر، تمام. يبقى عرفنا الفرق ما بين الداتا ريجستر والادرس ريجستر، وهو هنا قال لك شويه امثله زي سيجمنت بوينتر زي الاندكس ريجستر والستاك بوينتر. طيب واحنا برضو اتكلمنا عنهم طبعا في المحاضره الثالثه شويه يعني. وهو هنا يعني ما فهمش حاجه قوي، احنا اتفقنا برضو ان سيجمنت بوينتر هو بيشاور لك على البيز بتاع السيجمنت، يعني بدايه السيجمنت. اندكس ريجستر عشان لو عايز تعدل مثلا على ادرس معين جوه البرنامج ذات نفسه.
يبقى دوت بيشاور على المكان بتاع الانستراكشن جوه سيجمنت ذات نفسها، تمام؟ يبقى السيجمنت بوينتر ده بيشاور لك على بدايه السيجمنت او اللي هي البيز بتاعت السيجمنت. الاندكس ريجستر بقى المكان اللي جوه السيجمنت ذات نفسها، تمام؟ والستاك بوينتر طبعا ده اللي بيشاور على على التوب اوف الستاك، يبقى على على توب يعني ايه بالعربي، اللي هو على قمه الستاك يعني، تمام؟ هو بيشاور على قمه الستاك عشان مثلا لو في بوش اوبريشن اعرف ان حصل فيه بوش اوبريشن، لو حصل بو اوبريشن اللي هو يعني لو حاجه اتشالت من على الستاك اكون عارف برضه. يبقى تاني معلش سريع كده، عندي في الجنرال بيربس ريجستر اللي هو دي اللي يقدر البروجرامر يستخدمهم بشكل مباشر، وقال لك ان الريجستر انا ممكن استخدمهم بحاجتين، عن طريق اللي انا بحتفظ يعني او بحط جوه الريجستر داتا، تمام؟ يبقى ده ساعتها اسمها داتا ريجستر. ممكن احطه جوه الريجستر ده هوت لوكيشن، تمام، للداتا، يبقى مش الداتا نفسها، لا مكان او ريفرنس للداتا، تمام؟ حلو، دي ساعتها تبقى اسمها ادرس ريجستر. طيب في بقى اللي هي الكنترول ريجستر اللي هو مين اللي بيتحكم فيهم؟ زي ما احنا شفنا هنا مين اللي بيتحكم فيهم؟ الكنترول يونت. يبقى الكنترول ريجستر مين اللي بيتحكم فيهم؟ طبعا كنترول يونت. يبقى البروجرامر ملهوش دعوه بالايه؟ بالكنترول ريجستر. حاجات زي ايه مثلا؟ زي البروجرام كاونتر، زي اللي احنا كنا شفناه من شويه، اللي هو اللي بيشاور لي على الانستراكشن الجايه اللي انا هعملها فيتش. زي الانستراكشن ريجستر اللي هو اللي هي اهي لو حد نسى يعني السي اي ار، اللي هي الكرنت انستراكشن ريجستر او بيسموها الانستراكشن ريجستر، ده اللي بيبقى فيها الانستراكشن اللي احنا ايه اللي احنا لسه جايبينها حالا، اللي احنا ايه بننفذها. وزي الام اي ار والام بي ار، هل احنا شفنا الكلام ده قبل كده؟ اه شفناه. احنا اتفقنا ان الام اي ار ده بيعمل ايه؟ الادرس لللوكيشن اللي انا هستخدمه، تمام؟ يبقى الادرس اوف لوكيشن ان ميموري. امال ايه الام بي ار؟ لا دي الداتا اللي جوه الادرس ده بقى، تمام؟ يبقى الام اي ار زي ما احنا قلنا برضو في الاوفر فيو اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، الام اي ار بيقول لي مكان اللوكيشن، الام بي ار بيقول لي اللي جوه الايه اللوكيشن، اللي هي الداتا الفعليه اللي جوه اللوكيشن. يبقى كل الاربعه دول مالهم؟ كنترول ريجستر. عشان كده بقى لو حد يعني كان متابع معايا من الاول هيعرف ليه انا شرحت ده في الاول، علشان اقول لك ايه هي الريجستر ده. لو انا كنت قلت لك بس كده مجرد دول بيعملوا ايه خلاص من غير ما اقول لك الفيتش العمليه كلها بتتم ازاي، كان ممكن ايه فهم يبقى صعوبه شويه. واصلا خلي بالك الفيتش اصلا هيتشرح دلوقتي، فيعني كان انا شرحت الحاجه دلوقتي ان شاء الله مرتين كمان. طيب نيجي بقى للستيتس ريجستر. ستيتس ريجستر يعني ايه؟ يعني بيقول لك بكل بساطه الحاله بتاعت الايه بتاعت الاوبريشن اللي انت لسه عاملها اخبارها ايه، تمام؟ كانك انت بتقول مثلا ان الاوبريشن اللي عندي طلعت صفر، يبقى هيبقى في مكان هنا في الستاتس ريجستر بيخزن معلومه ان الانستراكشن او ان الاوبريشن دي نتج عنها صفر. يبقى اعرف من الستاتس ريجستر ايه اللي هو بيبص على الاوبريشن وبيبص على الحاجات اللي بتتم فيها وبيقول لك حاله الاوبريشن دي ايه. هل مثلا الاوبريشن دي صفر يبقى ساعتها هيحط الزيرو فلاج هيبقى بواحد، هل هي بسالب او هي بموجب يبقى ساعتها هو هيستخدم الساين فلاج، هل هي مثلا حصل فيه انتربت او هل انا تسمح ان يحصل فيه انتربت فهيبقى فيه انتربت انيبل. طب ايه الدايركشن بتاع البروسيسنج؟ لو مثلا بنعمل بروسيسنج مثلا لكلمه اياد، طب هل انا اعمل بروسيسنج من اول الاي ولا احنا عملنا بروسيسنج من اول الدي؟ يبقى كل دي شويه معلومات عن ايه؟ عن الاوبريشن اللي بتتم حاليا. وزي برضو الاوفر فلو، زي الاكسلوري فلاج، زي البارتي فلاج، زي الكاري فلاج، كل الكلام ده برضو كان موجود في المحاضره الثالثه. اها فين؟ لا موجود يعني موجود، انا متاكد متاكد متاكد. ويت ا سكند. او لا 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 ما تكسفنيش ما تكسفنيش، السلايد بتكسفني دلوقتي. طب دقيقه كده. نايس لقيتها. يبقى شوفوا اهو ده الفلاجز ريجستر او كنا زي برضو ما انا كنت شرحتها ساعتها، ان هي بتقول لي الستيت الستيتس بتاعت مين؟ بتاعت الاوبريشن. عندي مثلا الكاري فلاج ده اللي هو بيبقى واحد لو في ان سايد اوفر فلو، يعني لو احنا بنعمل عمليه جمع وطلع في الاخر في باقي، تمام؟ الباقي مثلا واحد، يبقى معنى كده ان في عندي كاري، في لسه شايل معايا حاجه، تمام؟ البارتي فلاج ده هو ست 1 وذير از ايفن نمبر اوف 1 بت ان ريزولت. الصراحه انا مش فاهم ايه هو البارتي فلاج، لو حد عارف يبقى يقول. ال auxiliary flag set to 1 when there is unsigned overflow of low neighbor، يعني لو ما يكون في unsigned overflow ولكن لأربعة بيتس مش لأرقام كبيرة يعني. الزيرو flag بيبقى واحد لما يبقى القيمة بزيرو. خلي بالك من الحتة دي، أنا برضو كنت وأنا بشرحها هناك قلت لك خلي بالك من الحتة دي. يبقى بيبقى واحد إمتى الزيرو flag؟
لما تكون القيمة بزيرو. حد هيقول لي ازاي هتبقى بواحد والقيمة تبقى زيرو؟ ما انا هقول لك واحد وصفر دهيت ست وان او ست زيرو، معناها ان انا ست ترو او ست فولز، واحد بترو صفر بايه بفولز، يبقى ست ترو وين ريزولت از زيرو. شوف الموضوع بقى يعني سهل ازاي. طيب الساين فلاج بيبقى واحد لما يكون نيجاتيف، اما لما يكون بوزيتيف بايه بنخليه بصفر. التراب فلاج ده لما يكون مثلا السوفت وير اللي احنا بنعمله بيطلب حاجه او بيحصل فيه اكسبشن معين، فعشان نهندل الاكسبشن ده بنعمل ايه التراب فلاج. انترنت انتربت انيبل ده لما احنا يكون مثلا حصل فيه انتربت في الجهاز الهاردوير، مثلا انت بتطبع حاجه والطبعه اتقالت لك ما عادش فيه ورق، هو ده الايه الانتربت، هنتكلم عليه اكتر قدام. الدايركشن فلاج اتفقنا ان ده هو اللي هو انت هتعمل بروسيس للداتا تشين من اي جهه، تمام، فورورد ولا ايه ولا باكورد. والاوفر فلو فلاج اللي هو لما يكون في سايند اوفر فلو، ده احنا اتكلمنا عنه من حوالي كام فيديو، وده بيبقى ترو لما بيكون ايه لما بيكون في عندي سايند اوفر فلو. طيب يبقى ده هي كانت كلها بتحكي شويه او بتقول لي حاله الايه حاله الاوبريشن اللي بتتم. طيب نيجي بقى نراجع على اول جزء احنا اتكلمنا عنه في الاول اللي هو الانستراكشن سايكل، ازاي احنا بننفذ. احنا اتكلمنا عنه في الاول كده شويه، تمام، وهنتكلم عنه دلوقتي تاني برضو عشان الحتة دي مهمة، عايزين نثبت المعلومة يعني.